السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم طريقة خياطة تصميم رائع للأكمام، كيجي في الفساتين، في العبايات، في البلوزات، شكل جديد ورائع وكيجي أنيق أنيق بزاف. هنا كيفما كتشوفوا غادي نحتاجوا الدونتيل وغادي نحتاجوا هذا الخيط المطاطي ديال الكانيط، راه كيدير 3 دراهم يعني مبينة، هذه راه خدمت بها بزاف. كاين هذا اللون الأبيض وكاين اللون الأسود، كتاخذوا نتوما على حساب الثوب، إلا كان مغلوق كديروا اللون الاسود، وإلا كان الثوب مفتوح كديروا اللون الابيض. وغتحتاجوا كي قلت لكم هاد الدونتيل، هذا رقيق، ممكن ديروا الدونتيل نتوما الشكل اللي بغيتو وممكن ما ديروهش، نتوما شوفوه في الشكل النهائي وغادي تحكموا واش يجيب الدونتيل احسن اولا بلا دونتيل. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الكم كتفصلوا الطول ديالكم العادي، والعرض هنا درت 20 سنتيم الثوب على 2، 20 سنتيم، ومن الفوق كتطلعوا كتنقصوا سنتيم، يعني الفوق في الوسط ديالكم كيجينا العرض 19 سنتيم وفي الاسفل كيجينا 20 سنتيم. بغيتوا تكبروا اكثر يجيكم لكم ايفازي، لان الموضه ديال هذه السنه هما الاكمام واسعه، كيرجعوا الاكمام واسعه يعني هذه السنه هذه. هنا فين غادي ندير الخيط المطاطي، غادي نطلع يعني المنتصف ديالكم تقريبا، ماشي المرفق ولكن من تحت شويه، عبرت انا جاتني 20 سنتيم، غادي نطلع 20 سنتيم وغادي نطراسي بالطباشير هنا في النقطه اللي حددت، صافي كنطراسي بحال هكا. من تما غادي نبدا الخياطه، غادي ناخذ الخيط المطاطي هنا درناه على الكانيط، كنعمروه بالكانيط وحنا شويه كنجبدو، ما تجبدوش بزاف غير شي شويه، صافي. وغادي نركبوه وغادي نطلعوا الخيط المطاطي ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، كنهبطوا الخيط وكندوروا الابره وكتطلعوا لينا. هنا غادي نخيطوا على الوجه، كيكون الكانيط ديال الخيط المطاطي من الاسفل ومن الفوق خيط عادي، باش كنخيطوا من بحال هكا بهذه الطريقه على الوجه، باش الخيط المطاطي كيجينا داخل الثوب والخياطه كتجينا على الوجه. هنا صافي كنبقاو نخيطوا، كنحدد نفس الخط اللي غادي نمشي فيه. بالنسبه للمبتدئين اللي غتجيهم صعيبه، غتاخذوا مسطره وطباشير وغادي تستراسيو الخطوط اللي غادي ديروا. انا درت 7 ديال السطوره، غادي ديروهم وديروا ما بين كل سطر وسطر 1 سنتيم باش تجيكم ساهله. صافي هنا درت السطر الاول، دابا غادي نعاود ندير السطر الثاني. في الاول السطر الاول ما كنتش زيرت الغرزه في الاخير وتحليه كيف شفتوا، راني عاودتو. صافي كتبقاو تخيطوا في السطر الثاني وانتم كتجبدوا السطر الاول باش ما تجيكمش الخياطه على داك التكماش، صافي وتبقاو غاديين بنفس الطريقه. هاد الطريقه البنات ممكن ديروها حتى في الحزام ديال الفستان، مثلا شي فستان عندكم سامبل وبغيتوا تضيفوا ليه واحد اللمسه، غادي تجيو للحزام، غادي القياس ديال الحزام كتزيدوا عليه واحد تقريبا واحد 5 سنتيم، وكتجيو كطراسيو في المنتصف ديال الحزام واحد 4 ديال السطوره اولا 5 على حسب العرض اللي بغيتو نتوما، وكديروا لهم الخيط المطاطي كيجي بحال الشكل ديال باندا، كيجي الشكل ديالو رائع. صافي كنبقاو غاديين بهذا الشكل هذا، طريقه جد سهله البنات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خيطت ساليت السطوره ديالي، كي قلت لكم درت 7 ديال الاسطر، شوفوا لكم كيفاش كيجي، مازال ما كملش ولكن كيبان الشكل ديالو رائع. هنا غادي نجيبوا الدونتيل ومن الداخل ديال الثوب، شوفوا كيفاش غادي نحط الدونتيل. الحاشيه ديال الدونتيل كنديرها من الاسفل وكنخيط بهذا الشكل هذا، كنخيط على بعد نصف سنتيم، ومن بعد كنقلب على الوجه وكنقلب بهذا الشكل هذا، كنفتح الدونتيل، شوفوا داك نصف سنتيم اللي خيطنا في الاول عليه كنعاودوا الخياطه، وكتجينا الخياطه من الداخل ديال الكم نقيه بلا ما تحتاجوا ديروا لا عطفه لا حتى شي حاجه، كتجي مفينيه هذه الطريقه هذه زوينه. صافي كيجي لكم بحال هكا، ممكن تعاودوا سطر اخر على الوجه بالكم بحال هكا الا كان عندكم دونتيل رقيق، باش يجيكم هكا الشكل ديالو عريض. انا عجبني بحال هكا كيجي سامبل وخفيف. دابا غادي نجمعوا الكم ديالنا،
وحاولوا داك الخطوط او داك الاسطر يجيو مع بعضياتهم، ما تجيش جهة طالعة وجهة هابطة. صافي هكا الكم ديالنا كيفاش كيجي في اللبس، شوفوا معايا كيفاش كيجي انيق وكلاس البنات، كيجي رائع. ممكن تطلعوه او لا، يعني الا جاكم الكم طويل بزاف، للناس اللي كيبغيو الكم مقصر كتطلعوا غير شي شويه وكيجي بحال الشكل ديال كم بوفون يعني منفوخ، كيجي الشكل ديالو زويون. انا عجبني ومريح صراحه الله في اللبسه، خصوصا في هاد الاثواب ديال الملاحف يعني ديال الخيط. هاد الثوبه اللي درت لكم عليه الموديل ديال الملاحف كيجي الشكل ديالو رائع وانيق. نتمنى انكم تجربوه في الفساتين، وكي قلت لكم ديروا فستان مثلا، ديروا فيه هاد الباندا هذه في الحزام، وكذلك حتى في الكم. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي بالدونتيل، خليوا لي الراي ديالكم كيفاش جاكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تصوب اي فيديو حطيته، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم ولي جيم ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.